بسم الله الرحمن الرحيم. 24/1/2013. انشقاق الأخ المقدم، تفضل أخي. أنا المقدم مهندس معن أسعد. نعم أخونا أخي الأخ المقدم كان موجود ومشرف على الصيانة والعمليات ويعلم كثير من الأمور التي تمت في بصر الحرير، تفضل أخي في الدنيا سمحت لله. أنا بحب حيي الشباب في معركة عمود حوران اللي هي عمود حقيقي اللي كسرت الفرقة الخامسة والفرقة العبد السادة كلياتها. الجيش السوري منهار بإذن الله، العتاد صار بآخر أيامه، دبابات انتهى عمره، العربات كلها أغلبها. كم دبابة تقريبا صار رايح اللي أنت بتعرفهم؟ كم دبابة؟ والله صار أعداد كبيرة كثير، يعني 30 أعداد كبيرة كثير بنهايتها بإذن الله، ما ظل إلا القليل، الذخيرة قليلة. بالمعنويات قلت لي ب 12 كان في 33، ظل منهم سبعة، ظل منهم سبعة فقط، 33 من 33 وحدة. نعم المعنويات الجيش منهارة جدا بإذن الله، بس بدنا شوية صمود وبتكون الأمور من أحلى ما يكون إن شاء الله. إن شاء الله خير. هذا المقطع إهداء للأخ حسن الحريري وأيضا إهداء للمهندس رضوان الحريري، أسأل الله سبحانه وتعالى ولجميع أهل بصر الحريري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عاجلا غير آجل. الحمد لله رب العالمين. بصر بداية النصر 24/1/2013. الحمد لله رب العالمين.